وزير الخارجية الفرنسي يقول ليس مطروحا أو غير مقبول أن يكون شرط رحيل بشار الأسد. طب ليه تغيرت الموقف الدولي؟ خلينا نتكلم بصراحة. اعتقد ان الاسباب او ربما موضوع ازمة الخليج وما يحدث في الخليج ولم يعد الملف السوري هو الملف الاساسي لا هي المواقف الدولية بعيد عن الخليج يعني المواقف يعني الازمة الخليجية في يونيو تمام مجلس التعاون يعني تقصد يعني قطر ودول الاربع التي كشفوها لكن خليني بس في ايه قبل يونيو هي قبل يونيو تم تغيير الموقف الامريكي واصبحت امريكا متدخله في الداخل السوري تساند الكرد عشان ينفصلوا ضد رغبه تركيا عندي اوروبا زي ما انت قلت كده مغيره من سنه وسنه ونص يعني تركيا غيرت يعني بالمناسبة. تركيا نفسها غيرت اللي كانت عماله يعني سؤالي هم ليه غيروا الآن بات هناك لدى المجتمع الدولي عامة وحتى المجتمع العربي أن المتشددين أو الإسلام الراديكالي أو الأشياء من هذه القبيل ما يخص الإسلاميين والنصرة والقاعدة وداعش هو الخطر الحقيقي وبالتالي لدى المجتمع طبعا على ذكر داعش بس احنا ندردش مع بعض يعني مش عايزك بس تتعصب كده مش معصب أنا اليوم بالعكس على ذكر داعش هم مش بيقولوا أن داعش صناعتهم يعني صناعة إيران وأمريكا والأسد لا هي الحقيقة افهم بس يعني طيب لما هي صناعته الرؤية العربية بتتمهلي مع الأسد ومخليها قاعد هو وزمرته وهتنجح المشروع الإيراني خلي بالك ده الرؤية اللي باينة خلي بالك أنت بعد موت الناس وتدمير البلد وكده طب لما احنا كعرب عارفين وكساسة وقادة وحكومات إن دول صناعة يبقى يروح هو واللي صنعهم صح طيب هذا كلام منطق ولا مش منطق؟ منطق ولكن ده على فرض ان هم صناعه ولو ما كانوش صناعه تمام يبقى هم يغروا في داهيه تمام ونقول ان هم اضروا بالثوره السوريه وبالمشروع الاسلامي السياسي وبالاسلام اصلا وتشويه سوريه الاسلام وبالعراق وسوريا واليمن وكله انت فهمت القصه مش على اساس ان في قاعده في, في في اليمن يبقى في كلا الحالتين دول اضروا بالمشروع بالاسلام حلو الكلام لكن انا خليني في الجزء اللي يخصني كسياسه هنا طيب لما انا كمصر وتونس والجزائر والسعوديه وليبيا والقطر والخليج وكله عارفين ان دول صناعه واللي صنعهم مين؟ هم بيقولوا الامريكان والنظام وايران. طيب لما نصنعهم النظام وايران يبقى لازم يمشوا الاثنين مش امشي اللي صنعهم واسيب راس الافعى يحكم تاني. عظيم جدا هو ده سؤالي عظيم جدا هذا الكلام في غاية المنطق وأعيد وأذكر ما قلناه منذ 5 سنوات أن تنظيم داعش بالأساس خرج من سجن صيد نايا تحديدا بمرسوم من بشار الأسد عفو أخرج من كل 4 إسلاميين متشددين هو يسميهم حبيبنا أنا مش بدردش في نشأة التنظيم أنا دردشتي أنا أؤكد على هم موضوع. دلوقتي أنتوا عارفين أنه صناعة ومفهمتوا شعوبنا وأنا من ضمن الإعلاميين اللي فاهم أن دول صناعة خلاص يا عم على عيني وراسي صناعة تمام هذه الصناعة تمشي هي ومن صنعها صحيح. ده بالعكس ده انا امشي اللي صنعها قبل ما امشيها هي طبعا سيم. صح لكن صح. هل تستطيع هو ده اللي انا بتكلم ولكن هل تستطيع هذه الدول ان تطبق هذا الامر يعني كل الدول فاهمه وعارفه انه المشروع داعش لا يخدم الا المشروع الايراني ويخدم بشار الاسد وخدم نور المالكي بكل وضوح تمام طيب هل تستطيع هذه الدول اليوم ان تقضي على داعش اليوم من قلت لك ان 70% من خيوط اللعبه بيد روسيا و 30% الباقيه 20% بيد امريكا و10% الباقية بين أوروبا والدول العربية بالتالي روسيا التي اللاعب الأساسي وهي التي استغلت وجود داعش وبالمناسبة بالأمس قالت روسيا أن طائرات أمريكية قامت بنقل أكثر من 20 عنصر من قيادات داعش من الرقة ونشرته وكالات روسية والصفقة الأخيرة التي تمت بين حزب الله الإرهابي بنقل قيادات داعش من غرب سوريا من الحدود اللبنانية السورية إلى العراق ولكن اليوم عندك داعش القاعدة وعندك أشياء أخرى شقيقاتها ما يسمونها حلو شقيقاتها يعني إذا نوصل لسؤالي بعد إذنك نوصل لسؤالي إذا أنتوا بتضربوا الديل تمام نعم. ليه ما تضربش الرأس لأن هذه الرأس لو تمكنت تاني في مقدرات الدولة السورية ومقدرات الدولة العراقية هتصنع مليون داعش تاني وتضر بي أنا كسعودية وتضر بي كمصر وتضر بي كتونس والجزائر والمغرب وغير ذلك صح ولا مش صح؟ المملكة العربية السعودية ساعدت جاهدة وحتى دولة الإمارات العربية ودول الخليج العربي سعوا بجد خلال السنوات الماضية تحديدا للقضاء على داعش وانتصار الثورة ووضعوا خط وقال وزير الخارجية الجبير بأن
بشار الأسد عليه أن يرحل، بشار الأسد اللي هو صانع الدواعش عليه أن يرحل سواء بالحل السياسي أو الحل العسكري. ولكن هنا قلت لك أن 5% من خيوط اللعب بيد الدول العربية والخليجية، وهذه الدول العربية تحديدا ليست متفقة على رؤية واحدة، على استراتيجية واحدة. بالنتيجة كل دولة لها أجنداتها. لو لاحظ الموقف باليمن يشرح لك هذا الموضوع، لكيف لكل دولة رؤيتها الخاصة بموضوع اليمن مثلا.